يلي بيسمع كلمة أهله شو بنقله؟ يلي بيقعد عقل وحده شو بنقله؟ يلي بيسمع كلمة أهله شو بنقله؟ يلي بيقعد عقل وحده شو بنقله؟ يلي بينجح بمدرسته ما بيعزق بمعلمته بنحبه ونضلي نقله معنا أبو مفلح الأستاذ موفق خليلي مدير مركز الثقافي في سخنين. إحنا بنشوف قديش الأطفال يعني لابسين الحلي أو البدلة بدلة البابا نويل. إحنا مشرفين على عيد الميلاد المجيد في تهنئة من المركز الثقافي باسم هؤلاء الأطفال لجميع أهل سخنين والعالم المسيحي. بالطبع اليوم فرق الباليه التابع للمركز الثقافي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. فبهذه المناسبة نتقدم بأحر التهاني لجميع الطوائف المسيحية في سخنين، ومن كل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير والبركة، وأيضا من عائد جميع الطوائف المسيحية في العالم العربي وفي العالم خاطبة، وأن تكون هذه السنة والسنوات القادمة سنوات خير وسلام، وتبشر بالمحبة والتعاون والسلام بين الناس.